اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خبر حالا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي الاسباني اوجاستي مديرا فنيا لسله النادي الاهلي رجال. اعلن الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ان اختياره وقع على الاسباني اوجاستي بوش لتولي مهمه الفريق الاول لكره السله رجال في الموسم الجديد. اضاف أنه أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الأسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به وتوفير كل الاحتياجات الفريق خلال الفترة القادمة. إذن أوجاستي بوش مديرا فنيا لسلة النادي الأهلي رجال.